هكذا بدأ مشهد اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة. 250,445 طالباً وطالبة بدأوا تقديم امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2021 الأولى. في 2254 مركزاً امتحانياً موزعين في مختلف المحافظات، ويتقدم طلاب الثانوية العامة الفرع العلمي لمادة الفيزياء والفرع الأدبي والثانوية الشرعية لمادة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية. سير العملية الامتحانية ممتاز، حيث أن التزموا المراقبين بالدوام بشكل جيد، وكان التعقيم والإجراءات الصحية اتخذت مع الطلاب بشكل يعني ممتاز الحمد لله، ويعني ما في أي إشكاليات. عم نحاول نأمن جو مريح وهادي للطلاب ليقدروا يعطوا المعلومات اللي هنن حافظينها يكتبوها بكل هدوء، ويكون في عدالة بين الطلاب بحيث أنه نحن نأمن هالجو المريح اللي هو بده إياه لحتى يعطي أكثر ما عنده. وإن شاء الله من نهاية الامتحان من أنجز هالعملية الامتحانية بأحسن صورة. بلشت الأمور بشكل طبيعي بالنسبة لي بالمركز، مجهز قبل بيومين، الطلاب دخولهم كان نظامي لحد الآن، ما في مشاكل إلا بس هيك، بس ضغط اللحظات الأولى، توزيع الأسئلة، التفتيش الوقائي، التعليمات الناظمة كلياتها من أولها لآخرها. الحمد لله سير العملية الامتحانية كله تمام. أهم شيء نحن اليوم فيزياء لفرع علمي، أهم شيء وصينا حتى المراقبين بالهدوء، الهدوء الهدوء التام، لأنه بالأصل الطلاب شوي حسيناهم الصبح متوترين، أعطيناهم شوي تعليمات بالباحة أنه شو التعليمات. أهم شيء ما يصير في حكي أبدا بالقاعة، أي سؤال بنبعث رئيس المركز وتوجه السؤال له، والحمد لله مثل ما نكون شايفين كل الأمور تمام، والهدوء أهم شيء الهدوء، والطلاب حسيناهم أول شيء كانوا متوترين بس هلا الوضع كتير تمام. امتحانات الشهادة الثانوية تستمر حتى 22 من حزيران المقبل لكل من الفرع العلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية، وحتى 20 منه للفرع الأدبي.